السلام عليكم. احنا دلوقتي في لندن، بنحاول ناخد شوية صور للأماكن السياحية المعروفة، المعالم الرئيسية لندن. البرج اللي قدامنا ده اسمه ذا شارد، والحقيقة عامل لي مشكلة شوية في ازاي اصوره. هو برج ازاز من جميع الجهات، زي ما احنا شايفين ارتفاع البرج كبير جدا مقارنة بكل المباني حواليه. قدامه هنا نهر، انا واقف على الضفة التانية من النهر. في عندي هنا كوبري، ده اسمه لندن بريدج. فالحقيقة بحاول الاقي كومبوزيشن معقول اقدر اصور بيه البرج ده. لو صورته لوحده كده مش هيبقى شكله كويس، محتاج الاقي تكوين شكل منطقي شويه يتغطى فيه. البرج الكوبري اللي جنبه شكله مش جذاب قوي، فحتى لو فكرت ان انا افضل بالكوبري واخد لونج اكسبوجر، الكوبري نفسه شكله مش جذاب، فالموضوع بقى صعب الحقيقه، وبقى لازم الواحد يلاقي طريقه مختلفه يصور بيها البرج ده بدل ما هو طالع لوحده كده في وسط السماء. عموما انا واقف هنا في الضفه الثانيه دي، مكان ظريف كده فيه راحه، بحاول اشوف منطقه كده ممكن اصور احط فور جراوند عشان يبقى البرج ده في الباك جراوند. احد الحلول اللي حاولت الجأ لها ان انا اخد اللقطه ويكون الفور جراوند بتاعي شخص من الاشخاص. زي ما قلت لكم انا هنا، ده ممر في كراسي كده، انا قعدت على كرسي فيهم وطلعت الكاميرا. دي الكاميرا السوني A7R2، العدسه الوايد 16-35 على 16 ملي. حاطط معاها هنا بولارايزنج فلتر عشان الإضاءة الجامدة اللي على البرج ما تضايقنيش وأنا بصور. الشمس مواجهة لأحد الوجوه بتوع البرج، منعكس عليه جامد قوي، فعشان كده كنت محتاج البولارايزر. المهم كنت عايز آخد الكادر، هنبص كده في الشاشة بتاعت الكاميرا. الحقيقة حاولت ان انا اظهر الشاشة بس مش هتبقى ظاهرة بسبب انعكاسات الضوء، فاحسن طريقة هحاول ان احنا نبص من خلال الفيو فايندر. تمام، ده المنظر من الفيو فايندر. فمكان ما انا قاعد كده لقيت البرج عامل المنظر ده، وده منظر مش وحش، منظر كويس، فحبيت ان انا اخد الكادر بالطريقة دي، ان انا يبقى الـ 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 البرج واخد جنب من الجناب، واقعد استنى بقى وانا ماسك الكاميرا في ايدي كده لغايه ما شخص يعدي، يكون شكله انترستنج شويه، واخد خدت مجموعه صور. هنحاول نبص عليها كده. دي واحده من الصور اللي خدتها. انا كنت ظابط فتحة العدسة على F11 عشان اقدر ان انا اجيب depth of field عالي، يجيب لي السور اللي قدامي والظل اللي قدامي والارضية اللي قدامي، وفي نفس الوقت قدر الامكان البرج يكون ان فوكس. السرعة بتاعت الشاتر زودت ايزو شوية ووصلنا 400 عشان اقدر ازود سرعة الشاتر شوية عشان الناس اللي بتتحرك شكلها ما يكونش بليري قوي. اكيد طالما في موشن انا عايز اطلع الموشن في الصوره، بس برضو ما تكونش الموشن زياده عن اللازم. فدي صوره مثلا لقيت فيها واحد بيجري، الشكل مش وحش. في صور تانية، الاثنين دول، هي دي، الاثنين دول عملوا شكل ظريف، كان بيشاور لها على البرج وبرضو شكلهم كويس. فدول يعتبروا احسن صورتين من الصور اللي طلعتوهم، فيهم فور جراوند والباك جراوند كان البرج. برضو هحاول ان انا اشوف وضع تاني اصور فيه البرج، وهنسجل فيديو تاني لو قدرنا. تمام، احنا بعد ما اخدت الصور بتاعت الناس اللي ماشيين وقدامهم البرج، حبيت
اشوف المصورين اللي بيجوا هنا كتير بيتصرفوا ازاي في البرج ده. دخلت على الانترنت قعدت ادور على صور مختلفة للبرج لغاية ما لقيت صورة عجبتني قدامها شكل غريب شوية كده، شكل هندسي. قعدت ادور الشكل ده فين، ولقيت الشكل ده جنبي. الفيديو اللي فات لما صورت الناس انا كنت قاعد على الكرسي ده، واكتشفت ان الشكل الهندسي اللي لقيته متصور جنبه مجرد ان انا طلعت السلم لقيت السلم قدامه المنظر ده، الشكل المثلث ده. الشكل ده فعلا ممكن يعمل مع البرج شكل جميل جدا. طبعا محتاج عدسة وايد، احنا كنا شغالين بال 16 مللي ودي هتبقى مناسبة. فحطيت الكاميرا هنا، حطيت الكاميرا هنا، حاولت اوقف الكاميرا، عايز اوريكم شكل الوقفة. حطيت الكاميرا هنا، حاولت اوقف رجلين الترايبود على السلمة او العتبة اللي موجودة ديت، ورجل تانية لورا عشان اقرب الكاميرا من الصور قدر الامكان عشان الصورة ما يطلعش معايا في الكادر. والمفروض ان انا هنا قدرت ان انا احط البرج في مكان مناسب جدا بالنسبة للشكل الهندسي ده. طبعا انا طمعت بقى في الصورة لما جه الكادر كويس. حبيت كمان ان انا اعملها لونج اكسبوجر عشان المية شكلها يبقى هادي خالص، وكمان عشان السحاب القليل اللي موجود ده لما هعمل لونج اكسبوجر هيملى الكادر شويه. عملت لونج اكسبوجر دقيقتين. طبعا برضو الشاشه هنا مش هتبان، فهوريكم الكادر الاول من الفيو فايندر. طبعا الكاميرات الميرورلس الفيو فايندر عباره عن شاشة بس ببص منها وخلاص، الموضوع بيبقى سهل جدا. ده المنظر اللي قدامنا دلوقتي، بس طبعا الصورة مش باينة عشان في ND فلتر. فأنا أخدتها على البلب مود وعلى F14 و ISO 200، وسبب إن أنا حطيتها على ISO 200 إن أنا مش عايز الـ الزمن يزيد قوي، يزيد ازيد من اللازم عشان ما افضلش واقف في المكان ده كتير يعني. ومية من 200 فرقها بسيط جدا. هحاول اوريك الصورة اللي طلعت معايا. ده منظر الصورة اللي طلعت معايا بدقيقتين. شكل البرج شكل فيها فعلا طالع جميل جدا، الشكل الهندسي طالع جميل. حاولت الشكل الهندسي ده يبان الكيرف اللي تحتيه ده حاولت ابينه، برضو السلم حاولت ابينه. شكل السحاب بقى كويس، المية بقى شكلها كويس. طبعا ده لسه بقى لما يتعمل عليها بروسيسنج. هتلاقوا في حواف سودة كده على اطراف الصورة، الكورنر فوق وتحت يمين وشمال. الحواف السودة دي نتيجة ان العدسة وايد قوي، وانا الحقيقة حاطط فلترين مش فلتر واحد، بولارايزر وفوقيه ال ND، وده خلى الفلترين طوال شوية بعيد عن العدسة فبانت الحدود دي. بس عادي احنا ممكن نقص الصورة بعد كده، مش هيحصل مشكلة. اظن كان لو حبيت اصور الصورة تاني هصورها من غير البولاريزر، هصور بالان دي بس. البولاريزر هنا ساعدني شوية، زرق السما يبان شوية. في صورة تانية صورتها بنفس الكومبوزيشن بس بايزو 100 اهي، يعني طلعت اغمق شوية. فانا ما حبيتش اطول المدة، وبس زودت ستوب واحدة من الايزو. الصورة دي ان شاء الله بعد البروسيسنج هيبقى شكلها كويس، ممكن تبقى الوان وممكن تبقى بلاك اند وايت، في الحالتين يطلع منها شغل كويس يعني. عموما انا هعتبر كده خلاص الصورة دي انتهت، ولو جالي اي فرصة تانية لنفس الصورة بشكل مختلف برضو هنسجلها دي. شكرا.